يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إن سبب أخذه لكتابه من خلف ظهره وأنه بعد مشاهدته لأخذ أهل الإيمان كتابهم بأيمانهم فإنه يخفي شماله وراء ظهره ويمد يمينه طمعا لأخذ كتابه باليمين فيفاجأ بأن كتابه في شماله التي أخفاها خلف ظهره، فهل هذا القول صحيح؟ إن جاب عليه دليل من الكتاب والسنة هو صحيح، أما إذا ما أتى بدليل وإنما هو تخيل من عنده هو لا قيمة له. نعم.